أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث من الماضي. وحديثنا اليوم أيضا عن القصر الحمر اللي بليهرة، وحنا الحين دشينا داخل القصر. تكلمنا بالحلقة اللي فاتت عن عن سور القصر من برا، وعن البوابة. كنا واقفين من البوابة الشرقية، هو له ثلاث بيبان وفيه 33 حجرة. الحجرة هذه اللي احنا يمها حين، أو الغرفة هذه، غرفة الأمير، مكتوب عليها غرفة الأمير. الأمير بالأول كان المغفور له الشيخ بارك الصباح، وتالي عاد صار المغفور له الشيخ سالم المبارك اللي حكم الكويت من سنة 1917 إلى 1921. هذه غرفة الأمير، وهذه غرفة الغرفة الثانية اللي هي غرفة وكيل الأمير، وتالي غرفة وكيل الأمير اللي هو يعني له اتصال بالأمير ويوجه له تعليماته وإرشاداته، ويعني إذا فيه نقص ولا فيه شيء كله يصير عن طريق هذا الوكيل اللي هو الوسيط بين الأمير وبين الحاصل. الغرفة الثالثة هذه غرفة الحرس، يعني الفداوية اللي هم يحرسون الأمير، والأمير يعني له حرس خاص، يعني مثل الحرس الأمير الحين. فالحرس الأمير لهم غرفة خاصة، لهم أكلهم وشربهم، وعندهم سلاحهم، وفي نواطير دار ما دار القصر على الغول، وزاهبين بتفاقتهم إذا حصل شيء ولا سمح الله ولا هذا، وينبهون صاحي. الحاصل أن حياة أهل الكويت يعني يشوفونها بسيطة، البنيان هالطين هذا، فوق تشوف المرازيم الخشب، هذه البرازيم اللي لها لحية. اللحية هذه اللي نازلة من 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 المرزام، على أساس أن ماي المطر ما يرد على الطوفة ويخربها. اللحية هذه تصير ناقوط، ينقط منها الماي على الأرض على القاع. فهذه القطاية اللي يقول أبوك في البيت وراح يتبع بالسكة اللي هو المرزام. الحاصل أن تشوفون أن يعني البيبان يعني مصنوعة أو مسوينها من خشب ساج، خشب قوي. حتى المسامير، هذه المسامير من سنة 1921، إذا هي على عهد المغفور له الشيخ سالم 1917، إذا هي على عهد المغفور له الشيخ مبارك من 1896 إلى 1915، هذه فترة حكمه. فالبيبان هذه قوية، والقوي الله حتى شوفوا فيها التشرشف هذا والنقشات هذا على خشم الباب. ها، فالأولين يعني حريصين على أن كل شيء يكون سنع ومرتب، ويعني يقضي باللازم. شوف صفت المسامير الكبار هذه اللي لها روس، هذا مسمار طويل ولا راس ينطق وينعوي من داخل، يعونه عشان يمسك اللوح لا يصير له خشبه، مثل هذه الخشبه مربعه تمسك اللحان هذه اللي فيها شطوب وبطوط هذه. ها، فالخشب ساج قوي يجيبونه من الهند، ويصنعه صانع ينقشه يعني نقشات فنية يتفنن فيها. و الطوفة أيضا، الطوفة يعني لو نقدر نقيسها يمكن طولها يعني أو سمكها من حدر. ها،
مثل السور، السور قسنا متر ونص، يمكن هذه متر ونص الطوفة من حدر اللي هي طوفة السور، وفوق كل ما لو تصار تصار إلى أن تلف وترد. وبعدين مثل ما قلنا إن سموا القصر الحمر بالقصر الحمر لأنه مبني من الطين حمر، طين صلبي، والطين الصلبي قوي. وبس عقب ما جاء الدمار هذا والدخان وهذا تغير لونه، وقلنا إنه يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى، لأن الزوار أول حتى المدارس ينظمون زيارات حق القصر الحمر. يعني القصر الحمر يعني الواحد اللي بغى يروح له يعني إذا وصله يشهق من الفرحة، ينشرح صدره، يعني معلم تاريخي هذا. فإن شاء الله في الحلقة الجاية نكمل لكم تالي أجزاء القصر، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.